أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على قائد المجاهدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أعرفكم بنفسي أولا، أخوكم في الله باسل محمد حسن صالحية، المعروف بالبيئة المدنية أبو محمد صالحية، أو في البيئة العسكرية أبو عماد الطيار، أو صاحب اسم صهيب الرومي مؤلف الكتب العسكرية العشرة. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم على المصداقية والشفافية في كل معلومة سوف أتحدث بها بهذا الفيديو، والله خير الشاهدين. سوف أعطي نبذة مبدئيا عن شخصيتي، ليس بهدف التزكية، فالمزكي هو الله، ولكن بهدف يعرف المشاهد أن هذه الكلمات سوف تخرج على لسان رجل له خبرة في العمل العسكري على مدار 30 سنة تقريبا. أنا من مواليد خان يونس عام 75، اتنظمت في حركة حماس عام 89، اتنظمت في كتاب الشهيد عز الدين القسام عام 92 على يد المجاهد الشهيد جميل وادي رحمة الله عليه رحمة واسعة. سجنت عند الاحتلال عام 93 في سجن السرايا، خرجت من السجن عام 94، حاولت قوة من المستعربين عام 94 باعتقالي من حي الأمل في خان يونس، لكني هربت بحمد الله وتم اعتقال هذه القوة عند السلطة الفلسطينية، وتم تسليم هذه القوة إلى الجيش الإسرائيلي. فيما بعد اعتقلت عند السلطة 5 مرات في الأجهزة الأمنية الثلاثة، الأمن الوقائي وجهاز المخابرات وجهاز الاستخبارات. عندما قامت انتفاضة الأقصى عملت فيها مع الشيخ الشهيد صلاح إشحادة رحمة الله عليه رحمة واسعة، ومع الأخ أبو محمد الجعبري رحمة الله عليه أيضا، ومع الأخ أبو خالد الضيف، مع الأخ أبو بلال الغول، وأيضا مع شيخ المجاهدين الشيخ أحمد ياسين رحمة الله عليه أيضا رحمة واسعة. كان عملي بالدرجة الأولى في مهام التصنيع، سواء كان المتفجرات أو العبوات الناسفة. شاركت في العديد من العمليات العسكرية ضد الاحتلال وأعوانه، مهندس عبوة شواظ التي أنتج منها الآلاف خلال فترة الانتفاضة. عام 2006 سافرت من غزة باتجاه سوريا، وكنت ممثل عن الجهاز العسكري أمام القيادة السياسية والعسكرية في الخارج. تلقيت تدريباتي العسكرية على يد أمهر المدربين سواء كان في سوريا أو كان في لبنان. حصلت على لقب المهندس الأول في الداخل والخارج. عند رجوعي باتجاه قطاع غزة حاولت المخابرات المصرية إبعادي من قطاع غزة بهدف أو بحجة عدم اغتيالي في قطاع غزة من قبل العدو الصهيوني. صممت على الرجوع باتجاه قطاع غزة حتى لو كلفني هذا الأمر حياتي. عندما دخلت غزة شاركت في عملية خطف شليط، تقلدت قيادة كتيبة الصبرة وتل الإسلام عام 2006 في 11، ومن بعدها مباشرة تم التهديدي بالقتل من قبل جهاز الأمن الوقائي. جاءتني معلومة من الشهيد محمود المبحوح رحمة الله عليه الذي تم اغتياله في دبي بأن هناك مصادقة من المخابرات الإسرائيلية والأمريكية والمصرية والأردنية والفلسطينية على اغتياله. تمت محاولة الاغتيال في 19/11/2006، وكنت في العلاج مدة 2 تقريبا، ثم خرجت بعد العلاج في شهر 1/2007، وبدأ من طرف الإعداد إلى تدمير جهاز الأمن الوقائي رأس الشر في قطاع غزة. في تاريخ 14/6/2007 كنت قائد المعركة ضد جهاز الأمن الوقائي، والذي سقطت السلطة بعد سقوطه في هذه المعركة. تعرضت للعديد من محاولات الاغتيال بعد ذلك، ولكني نجوت بفضل الله منها. من مؤسسين الأكاديمية العسكرية في قطاع غزة ولي 10 كتب مؤلفة في العمل العسكري. مؤسس علم الهندسة العسكرية وعلم مضاد الضروع وعلم أسلحة العدو الصهيوني في قطاع غزة. في بداية عام 2014 أسست وحدة فنية من الهاكرز بهدف الحصول على معلومات عن العدو الصهيوني بهدف تطوير الكتب العسكرية التي ألفتها سابقا. خلال حرب 2014 كان هناك تواصل مع أحد الجنود الذين يعملون في سلاح المدفعية، وتم التواصل معه ومعرفة إحداثياته على الأرض. ومن خلال معرفة الإحداثيات تواصلت مع الأخ أبو صهيب الحداد قائد لواء غزة الجنوبي يومها، وأعطيته هذه الإحداثيات بهدف قصف مكان هذه الوحدة على الأرض. وفعلا تم إطلاق الصواريخ وتمت إصابة هذا الجندي
وأرسل رسالة إلى أهله يقول فيها لقد أصبت في المعركة. تأكدنا يومها بحمد الله أن الإحداثيات الجنود نعرفها بدقة على الأرض. ربما يتبادر لذهن المشاهد وخصوصا الإخوة المفكرين وأصحاب الرأي من أبناء شعبنا وأمتنا العديد من الأسئلة. السؤال الأول، ألا تعتبر هذه المعلومات معلومات سرية وكشفها بهذه الطريقة أمام الإعلام يضر بمصلحة المقاومة؟ بالتأكيد الجواب صحيح إذا لم يكن يعرف العدو هذه المعلومات أصلا، لكن للأسف الشديد العدو يعرف هذه المعلومات، وقيادتنا خصوصا القيادة المتنفذة في حماس تعرف جزء من هذه المعلومات، لكنها لم تتعاطى معها ولم تحقق فيها ولم تحاول تعمل أي إجراء لمنع حدوثها فيما بعد. ولهذا أنا هنا الآن موجود حتى أدرأ الخطر عن شعبنا نتيجة القصور الذي لم يتم التعاطي فيه مع هذه المعلومات. سؤال ثاني بيقول، طب لماذا الآن بالذات كشف هذا الفيديو وهذه المعلومات؟ للسببين. السبب الأول، لأننا على أعتاب حرب شديدة خطط لها الاحتلال على مدار 6 سنوات الماضية، وكشف مخططات العدو قبل بدئها سوف يدرأ المفاجأة الذي خطط لها خلال الأعوام السابقة. السبب الثاني هو إعطاء المقاومة وعامة أبناء شعبنا الوقت الكافي للحد من قيمة الخسائر أمام هذا العدوان وزيادة الخسائر على عدونا. فالإخوة العسكريين المثقفين أصحاب الفكر يعرفون تماما أن هناك مبادئ للحرب، وأن مبدأ المفاجأة من أهم مبادئ الحرب، وأن مبدأ المفاجأة يحقق للمهاجم 50% من قيمة النصر، فحرمان المفاجأة للعدو يحرم 50% من قيمة النصر في هذا العدوان. السؤال الثالث، لماذا لم يخرج الأخ أبو عبيدة لكشف هذه المعلومات تحت غطاء الغرفة المشتركة أو كتائب الشهيد عز الدين القسام، وتخرج بطبيعة الحال أنت الآن بدلا منه؟ الجواب، لأن قيادة الأخ أبو عبيدة غير مقتنعة بهذه المعلومات، وأصلا لم تحقق فيها ولم تضعها أصلا على طاولة النقاش، وتعتبرني غير واقعي وبسرح في خيالي وهكذا. بالمناسبة هنا لا أقصد بقيادة الأخ أبو عبيدة الأخ أبو خالد الضيف، وإنما أقصد الأخ مروان عيسى بالذات، وذلك لأنه هو مسؤول الأخ أبو خالد في المكتب السياسي، وهو مرجعية القرار السياسي والاستخباري والإعلامي والمالي، وبذلك يكون هو المسؤول الفعلي لكتاب الشهيد عز الدين القسام. ولذلك يقع الأخ مروان مع احترامنا الشديد لإله في احتمال من 3. الاحتمال الأول أنه غير مدرك لحجم المخاطر التي تتهدد قطاعنا الحبيب، وعنده شعور بالعظمة لما نمتلكه من أسلحة وإرادة وعزيمة وعتاد وجنود وهكذا. وهنا أرد وأقول، يقول سبحانه وتعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وأيضا يقول المثل العربي الأصيل، إن كان عدوك نملة فلا تنمله. الاحتمال الثاني أن الأخ مروان بيعمل ضمن مصالحه الشخصية ويغلبها على المصلحة العامة الخاصة بالشعب. الاحتمال الثالث أنه لا قدر الله خائن ويعمل لمصلحة العدو. سوف أخذ الآن الاحتمال الأول وهو الحد الأدنى من هذه الاحتمالات وسوف أناقشه. أعتقد لنا تجربة في حكم الإسلاميين في مصر عندما كان الشهيد محمد مرسي رحمة الله عليه رئيس مصر. كان يعد انقلاب على محمد مرسي قبل الانقلاب فعليا، وقد نصحوا الإخوة كثيرا سواء كان من قيادة حماس أو حتى من الرئيس أردوغان ربنا يحفظه، وبلغوا أن هناك إعداد انقلاب باتجاهه، لكن للأسف الشديد لم يتعاطى مع هذه المعلومات ولم يفعل اللازم لكبح هذا الانقلاب قبل حدوثه. بالتأكيد هو الآن أول شخص دفع يعني ثمن هذا السقوط بروحه بطبيعة الحال،
لكن ما جدوى ذلك الآن على كل العالم الإسلامي وعلى مصر بعد سقوطه أو بعد استشهاده؟ ماذا سنفعل؟ أنه يتحمل المسؤولية أو لا يتحمل المسؤولية؟ بطبيعة الحال أنا جلست مع الأخوة في القيادة السياسية والقيادة الأمنية والقيادة العسكرية. فجلست على سبيل المثال في القيادة العسكرية مع الأخ أبو خالد الضيف، وكل مرة بكل أمانة كان إيجابي، لكن في الجانب الميداني فقط، لأنه الجانب الأمني لا يخصه وليس تحت رعايته ولا تحت مسؤوليته. هذا برجع فقط للأخ مروان عيسى. بالنسبة للأخ أبو فكر السراج، هو مسؤول الأمن القومي فعليا في حركة حماس، ويفترض هذا الملف طرفه، لكن للأسف الشديد أيضا يعني تراجع عن تأكمال الموضوع معي بحجة عدم قناعة الأخ مروان عيسى. ثلاثة، فيما يخص الأخ يحيى السنوار، جلست معه 5-6 لقاءات تقريبا، وفي كل مرة أشعر أنه إنسان إيجابي وبتفهم كلامي الخاص واللي أنا أتحدث فيه، لكن ونتفق على بعض الإجراءات، لكن يعني كان يقول سوف أشاور. بعد ما شفته بطبيعة الحال نلاقي في الآخر الرد سلبي أو أصلا في الشراء. في آخر مرة جلست فيها مع الأخ يحيى السنوار اتفقنا على تشكيل لجنة، تمام؟ وهذا الكلام كان في شهر 2/2020، وهذه اللجنة يفترض أن يكون قائدها ومسؤولها الأخ رائد سعد، مسؤول ركن العمليات في كتائب القسام، وحددنا حتى أسماء اللجنة، لكن للأسف لغاية هذه اللحظة لم يتم عقد هذه اللجنة أصلا. وأيضا قال لي في هذا اللقاء أبو عماد، أنت إما إن شخص خيالي وغير واقعي وتسرح في خيالك كما يقول الأخ مروان عيسى، أو أنت ترى ما لا نراه، وفي هذه الحالة أنت أحق مني بقيادة حركة حماس. وربما يقول البعض الآن أن الأخ يحيى أنصفني بهذا الكلام، وهذا جميل، لكن ماذا سوف نستفيد لو كان الأخ يحيى هو أول ضحايا العدوان على قطاع غزة في الحرب القادمة؟ وقتها لا ينفع الندم ونقول هو المسؤول أو مش هو المسؤول، الرجل استشهد توفاه الله، إيش نفعل؟ لذلك الآن أنا أقوم بكشف هذه المعلومات عن أنفاق العدو بهدف حماية قطاع غزة من الخطر الذي يتهدد الإخوة في قطاع غزة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ولذلك أتحدث إليكم بهذا الفيديو لدرء هذه المفسدة التي تتهدد قطاع غزة خلال المرحلة القادمة. والحديث الآن هيكون في 3 محاور مركزية. المحور الأول بخصوص المعلومات التي حصلنا عليها من خلال مجموعة الهاكرز التي اخترقنا من خلالها ضباط وجنود العدو، والمحور الثاني ردات فعل القيادة السياسية والأمنية والعسكرية على هذا الموضوع، والمحور الثالث اللي هو عملنا على الأرض من خلال متابعة هذه النقاط التي حصلنا عليها داخل قطاع غزة ومعرفة الأشخاص الموجودين فيها. أثناء العمل في الوحدة على جمع المعلومات من خلال جنود العدو، حدث شيء غريب في تاريخ 30/1/2016 الساعة 4 مساء، وجدنا نقطة إحداثية للضابط هود ديان الذي يعمل في لواء جولاني في منطقة أبراج الندى شمال قطاع غزة. في البداية اعتقدت أن هناك إزاحة في هذه النقطة، يفترض تكون في أراضي 48 الآن موجودة هي في الشمال، لم ألقي بال لهذه النقطة في البداية، لكن بعد يومين وتحديدا في 1/2/2016 وجدنا إحداثية أخرى لجندي آخر هو شلومو بن إليعيزر، جندي صهيوني يعمل في لواء جولاني، وهذه النقطة الآن وجدناها بجوار مطار غزة شرق رفح. تواصلت يومها مع مراصدنا القسامية في رفح، واعتقدت في البداية قد يكون
هناك دخول للجنود الصهاينة فوق الأرض للتجريف على سبيل المثال، لكن وجدنا لم يدخل أحد داخل شرق رفح يومها. في المساء تواصلت مع الأخ قائد الكتيبة أبو أحمد البواب، وأخذت مع الكمبيوتر ووضعت عليه إحداثية نقطة الجندي، وسألته سؤال: ماذا تعني لك هذه الإحداثية؟ فلما رأى المكان قال: توجد لنا عين نفق بعيدة عن هذه الإحداثية مسافة 30 متر فقط. مع العلم جواب الأخ أبو أحمد تكرر مع اثنين من الإخوة القيادات في الشجاعية وفي جحر الديك، جاء أجابوا بنفس الطريقة: توجد إحداثيات لجنود صهاينة بجوار عيون للنفق على بعد 30 متر. بطبيعة الحال أصبحنا الآن أمام شيء ملفت للنظر، يجب أن نفسر وجود هذه النقاط، كيف دخلت باتجاه قطاع غزة. بدأنا نخترق أكبر عدد ممكن من دائرة الجنود الاثنين هؤلاء التي ذكرناهم، لو شلوم بن العيزر وهود ديان، ومن خلال الوحدات التي تعمل معهم تعرفنا على تقريبا 35 جندي لغاية أواخر 2019 جنود دخلوا داخل قطاع غزة. على مدار الخمس سنوات الماضية امتلكنا عشرات إن لم يكن مئات الأدلة باتجاه وجود أنفاق داخل قطاع غزة أو تحت قطاع غزة للعدو الصهيوني. والآن سوف أذكر فقط جزء بسيط من هذه الأدلة لضيق الوقت المتاح، بالإضافة إلى سرية بعض المعلومات التي لا زالت سرية ليست في مصلحة المقاومة كشفها حاليا. بتاريخ 6/3/2016 الموافق كان يوم الأحد، وجدنا مراسلة بين النقيب أور هنانا اللي بيعمل في كتيبة الاستطلاع الصحراوية 585 مع مجندة اسمها لينا عبر الفيسبوك، بتقول لينا: مرحبا أنا بغزة، عندي شغل سري جدا. رد عليها الضابط: أنا يوم الأربعاء سوف أكون في غزة. بتضحك معاه هي وبتقول له: إن شاء الله حماس تأخذك، وبتقول له: أطلق لحيتك وانضم إليهم. فهو برد بقولها: شكلي عربي جدا. هي بترد بتقول له: ممتاز، ونحن سنرسل لك شخص من النفق لإعادتك. بتاريخ 24/7/2016 ومن خلال الحديث مع الجندي إيشر شربيط مع شخصيتنا الوهمية، سئل في أي وحدة تعمل، فقال: دفدفان. متى ذهبت إلى غزة؟ قال: منذ 3 أشهر. هل تذهب إلى غزة بالقرب منها أم في الداخل؟ قال: في الداخل، عميقا في الداخل. كيف تدخل إلى غزة بدون أن يراك أحد؟ قال: غزة منطقة خطيرة جدا، ونحن ندخل ونخرج منها بسرعة. كيف تدخل غزة بسرعة؟ قال: في السيارات المدنية، نلبس زي عربي ونركب سياراتهم وسريعا نقوم بتنفيذ عملنا. اسم المنطقة التي ذهبت فيها في غزة؟ فقال: الشجاعية. كم مرة دخلت غزة؟ فقال: 3 مرات. كيف تحصلون على سيارات للذهاب إلى غزة؟ فقال: يوجد للجيش الكثير من السيارات المدنية. كيف تدخلون؟ فقال: في الليل وبهدوء عبر الأنفاق. كم عرض النفق بالأمتار؟ فقال: أعتقد 3 أمتار. طبعا هناك المزيد من المحادثات في التقرير الشامل الذي كتبته في تاريخ 10/4/2018 وأرسلته إلى القيادة السياسية والعسكرية والأمنية في الحركة، وتم تسريبه بعد 4 أيام فقط. ذكرت في البداية موضوع المحادثات، الآن سوف أتطرق إلى الجانب الإعلامي الذي يخص موضوع أنفاق عند العدو الصهيوني. ذكرت القناة 10 العبرية مساء يوم الثلاثاء الموافق 26/1/2016 أن جيش الاحتلال بيفحص شكاوى مستوطنين حول وجود حفريات تحت منازلهم، ويخشون من أن تكون هذه أنفاق تابعة للمقاومة. أكد المستوطنون سماع حفريات تحتهم. מה שקראתי זה מה ששמעתי. זה באותו הלילה, אני חושבת שזה הכי חזק שהיה עבר. זה היה סי של הרשי. שומעים? זה קונגו. זה קונגו, אני יודעת מה זה קונגו, כאילו, לא סתם ניחשתי. 2 בלילה, אף אחד פה לא תופס קונגו. בדקתי עם עוד אנשים בקיבוץ, עוד אנשים שמעו באותו פרק זמן את מה ששמענו ביחד. בדקתי עם גורמי צבא אם היה על גדר המערכת, אם היה איזה משהו.
עבודה, פעילות. כולם ענו שלא היה שום דבר באותו זמן של... רغم כל هذه الشكاوى من المستوطنين لم يتعامل العدو أو الجيش فعليا مع هذه الشكاوى، وهذا بيؤكد أن هذه الحفريات تابعة لهم أصلا. أيضا مرفق العديد من التقارير الإعلامية تخص أنفاق في التقرير الشامل الخاص بأنفاق. النقطة الثالثة كدليل عام على وجود هذه الأنفاق، مداخل الأنفاق في داخل أراضي 48. الآن نحن عندما نلتقط إحداثيات الجنود يكون في هناك تجمع لهؤلاء الجنود في المكان الذي يتم منه حفر النفق، بمعنى بحكم أن الجندي يحفر في بداية النفق فكل إحداثياته بتكون موجودة في البداية هناك، وبالتالي يكون عددها كبير جدا. فتم التعرف من خلال معرفتنا بهذه الإحداثيات على مكان حفر النفق في أراضي 48. والنقاط الحمراء الآن الموجودة حاليا على الخريطة هي نقاط تجمع، بمعنى هي نقاط لبداية الحفريات لهذه الأنفاق باتجاه قطاع غزة. لو افترضنا الآن أنه هذا المكان هو مكان حفريات، إذن المطلوب شغلة بسيطة أنه إحنا نرسل الطائرة الخاصة بنا كمقاومة باتجاه هذا المكان ونشوف إيش الموجود هناك. طلبت بطبيعة الحال من المسؤول المباشر يومها في غزة الأخ أبو عماد باسم عيسى نرسل الطائرة باتجاه المكان، طبعا رفض قاطع بحجة أنه غير مقتنع بهذا الموضوع. اتحيلت أنا حقيقة على الموضوع، ذهبت باتجاه مسؤول ملف الطيران وبلغته عندما يكون في مهمة باتجاه العدو أرجو دخول الطائرة على مسار موقع فجة وفي موقع كفار سعد. قال لماذا؟ قلت له خلينا نشوف بفرجها الله وقتها. فعلا ذهبت الطائرة باتجاه المكان وكانت هذه النتيجة. موجود براكس كبير تحدث فيه حفريات، موجود حوالي 150 شاحنة فيها من التربة رمل أو فيها طينة وهكذا. طبعا التغير في نوع التربة بدلل على تغير طبقات الأرض أثناء الحفريات. طبعا هذا إحنا الآن الطيران لما أعطنا الإحداثيات من وين أخذناها؟ أخذناها من نقاط الإحداثيات الخاصة بالجنود. طبعا بعد انتهاء التصوير جاء الأخ مسؤول ملف الطيران في اللواء وعرض الصور، وطبعا شاهدها الأخ أبو عماد، لكن رغم أنه شاهدها واطلع عليها طلبت منه نرسل الطائرة باتجاه مكان آخر من نقاط التجمع، لكن للأسف أيضا رفض إرسال الطائرة بحجة أنه غير مقتنع. بعد ذلك طبعا وجدت أنه لابد من إرسال إلى الرأس الهرم اللي هو كان الأخ يحيى السنوار والذي كان يومها مسؤول ملف كتائب القسام في الأقاليم الثلاثة في الداخل والخارج والضفة الغربية. وفعلا أرسلت رسالة بتاريخ 23/12/2016 أتحدث عن وجود أنفاق، والآن سوف تكون هذه الرسالة مرفقة مع هذا الفيديو. طبعا الغريب أن الأخ يحيى لم يرد لا سلبا ولا إيجابا على هذه الرسالة. أيضا من الشغلات الملفتة للنظر كان في آخر 2016 تم تكثيف السؤال عني من المخابرات الإسرائيلية في منطقة إيرز للناس الذين يذهبون باتجاه معبر إيرز وكانوا تجار أو كانوا مرضى، فكانوا يسألوهم عني، وقد جاءني وبلغني 7 أشخاص من هؤلاء الناس أن المخابرات الإسرائيلية تسأل عنك في هذه الفترة. الملفت للنظر في 19/1/2017 بمعنى بعد حوالي 25 يوم من رسالتي للأخ يحيى السنوار حول موضوع أنفاق، تم وضع عبوة لسيارتي على طرف الشارع عند أهلي في الوسطى، وكانت محاولة اغتيال، لكن الحامي رب العالمين نجيت من هذه المحاولة. الآن حدث بعض الشغلات حقيقة الملفتة للنظر. قام الأخ مروان عيسى بإغلاق الخبر عن كل المصادر الإعلامية، الكل يغلق الخبر سواء كان في القسام أو كان في الحكومة، لا أحد يتحدث عن محاولة اغتيال أبو عماد الطيار. هذه كانت النقطة الأولى. النقطة الثانية تم منع جهاز الأمن الداخلي وجهاز الأمن العام من الدخول في التحقيقات حول كيف حدث هذا الانفجار، ممنوع حد من الأجهزة الأمنية يشتغل، فقط الاستخبارات،
فقط أبو أحمد نوفل تلميذ الأخ مروان. من الشيء الملفت للنظر أيضا أنه تم إغلاق الخبر حتى عن أعضاء وقيادة المكتب السياسي. لما أنا رجعت الأخ أبو فكر السراج فيما بعد والأخ يحيى السنوار أنه حتى يعني بعد الانفجار ما حد فيكم سأل عني أو زارني، فالاثنين بيقولوا لي للأسف والله ما عندنا علم أنه صار أصلا معاك انفجار. أيضا من الشغلات الملفتة للنظر بعد ساعتين فقط من موضوع وضع العبوة لقيت إشاعة بتقول أبو عماد الطيار وضع عبوة لنفسه من باب يشهر في نفسه أمام الناس. بتاريخ 24/3/2017 كان حدث استشهاد الشهيد مازن فقهاء رحمة الله عليه رحمة واسعة. تواصلت مع الأخ أبو عماد التستري اللي هو باسم عيسى وبلغته توجد نقاط لبعض الجنود في تاريخ 25/3/2017 بمعنى بعد يوم واحد فقط من اغتيال مازن، مع أنه كل المعابر مغلقة تمام، فرفض التعاطي مع هذه المعلومات ولا يريد أن يجلس مع أحد ولا يريد أن يسمع أصلا. الآن حدثت بعض الملاحظات حول أيضا اغتيال مازن فقهاء رحمة الله عليه. بداية كانت الاستخبارات تعلم جيدا بمحاولة الاغتيال لمازن فقهاء قبل حادثة الاغتيال، وكان يومها مسؤول ملف للمزدوجين الأخ أبو عماد الحلاق، وعرف من هؤلاء العملاء أن المخابرات الإسرائيلية سوف تقوم باغتيال مازن فقهاء، فقام الأخ مشكور بعمل بعض الإجراءات لحماية الأخ مازن رحمة الله عليه. اتأجر له شقة، وضع له كاميرات، وضع له حراسات. ثم بلغ الأخ أبو أحمد مسؤوله في الاستخبارات عن عما فعلوا فعليا. المفاجأة أنه الأخ أبو أحمد نوف المسؤول الاستخبارات طلب من الأخ رائد الحلاق رفع الحراسة عن مازن ورفع الكاميرات عن مازن والتخلي عن هذا الملف وتركه، بحجة أنه الأخ مازن هو مسؤول الضفة الغربية وعنده من المقدرات والإمكانات بمثل الأخ أبو خالد الضيف، وبالتالي هو يحمي نفسه بنفسه وليس لنا علاقة في هذا الموضوع. طبعا تحت الضغط الشديد الأخ أبو عماد الحلاق فعلا رفع الحماية عن الأخ مازن. بعد رفع الحراسة عن الأخ مازن من قبل الأخ أبو عماد الحلاق بناء على القرار الموجه له من الأخ أبو أحمد نوفل، تم طرح الموضوع في المجلس العسكري وخصوصا عند الأخ أبو خالد الضيف، وتم تكليف الأخ باسم عيسى مسؤول لواء غزة الجنوبي يومها أنه يقوم هو بتوفير الحماية للأخ مازن. طبعا بهذه الفترة فعليا تم اغتيال الأخ مازن رحمة الله عليه. كان أيضا من المصادفات التي حدثت في هذا الحادث يوم اغتيال مازن كان يوم جمعة 24/3/2017 تم رفع تقرير من تخصص الدفاع الجوي يتحدث عن حجم الطائرات الموجودة في مكان سكن مازن رحمة الله عليه، وبناء على هذا التقرير استخلصوا الإخوة في التقرير أنه سوف يتم اغتيال في هذه المنطقة بناء على حجم الطائرات اللي موجود في هذا المكان. أرسلوا تقرير باتجاه قائد لواء غزة الجنوبي يومها الأخ باسم عيسى، وفي هذا التقرير حتى هم استخلصوا قد تحدث عملية اغتيال في هذا المكان نتيجة تركيز الطائرات. أرسلوا التقرير في صلاة الجمعة وكتبوا عليه كلمة برق. طبعا معروف في جانب المراسلات إذا كتب على التقرير كلمة برق معناته يجب أن يصل إلى القائد ويقرأه خلال 4 ساعات فقط. للأسف الشديد الأخ باسم عيسى لم يقرأ هذا التقرير إلا بعد اغتيال الأخ مازن في الليل بعد العشاء رحمة الله عليه رحمة واسعة. الآن بعد هذا الحدث وبعد اغتيال مازن تم تشكيل لجنة من قائد الحركة في غزة الأخ يحيى السنوار، وهذه اللجنة حققت في الأحداث التي حدثت في اغتيال مازن رحمة الله عليه. هذه اللجنة أوصت بإقالة كل من مسؤول الاستخبارات أبو أحمد نوفل وإقالة أيضا باسم عيسى مسؤول لواء غزة، لكن للأسف الشديد جاء الفيتو الأخ مروان عيسى ولم يتم إقالة أو حتى محاسبة أحد من الاثنين.
ورحمة الله عليك يا مازن. بتاريخ 4/7/2017 قمت بزيارة للأخ الدكتور أبو خالد الزهار ربنا يحفظه، وطرحت عليه موضوع الحفريات اللي هو لحتى الآن ما حدش استجاب له. فالأخ أرسل للأخ رائد سعد وجمعنا إحنا الثلاثة مع بعض وسأله ماذا تقول في كلام أبو عماد الطيار؟ فكان رد الأخ رائد سعد الاحتمالية تقريبا على الأقل 50%. فكان رد الأخ أبو خالد 50% احتمال أن يكون في أنفاق ولا تستحق هذه النسبة أن يتم العمل على هذا المشروع والتأكد منه أو عدمه. فعلا بعدها مباشرة الأخ أبو خالد الضيف أعطى قرار ببدء الحفريات أو ببدء الكشف عن موضوع الأنفاق. تم رصد مبلغ 10,000 دولار لبدء الحفريات وكشف عن الأنفاق. الآن كان نحتاج إلى وسيلة لآلية كشف الأنفاق فعليا. الحمد لله توصلنا إلى آلية كانت بسيطة جدا، مستخدمة في الأردن ثم استخدمت عندنا في غزة. آلية هو أسياخ النحاسية التي تكشف أي فجوة موجودة تحت الأرض أو تكشف أي معدن أيضا موجودة تحت. الآن حبينا نتأكد من استخدام الأسياخ النحاسية هل هي فاعلة فعليا أو لا. بدأنا بأنفاقنا وقلنا إذا كان تكشف أنفاقنا إذا ممكن تكشف أنفاق أخرى. فعلا رحنا باتجاه أنفاقنا وخصوصا لواء غزة الجنوبي لأن كنت أصلا مسؤول عن ركن العمليات فيه سابقا وأنا أعرف طبعا كل أنفاقنا. ففعليا بدأنا بالكشف عن أنفاقنا، وفي خلال فقط ساعتين أو ثلاثة كنا كشفين حوالي 10 أنفاق في لواء غزة الجنوبي من خلال سخين النحاس اللي هي طبعا أنفاقنا. اتأكدنا الآن أنه فعليا هذه الآلية تستطيع كشف أنفاق على الأرض. الآن رحنا باتجاه جديد ألا وهو إحنا عندنا إحداثيات كل جندي موجودة، وقلنا سابقا إذا كان هذه الإحداثية صحيحة وهذه هي عين للنفق، إذا لو إحنا لفينا 360 درجة على هذه الإحداثية فعليا يجب أنه أنا أمسك خط فرعي باتجاه هذا العين. وهذا ما حدث فعليا. فيش نقطة في كل قطاع غزة، في كل قطاع غزة حاولنا أنه نلتف عليها 360 درجة إلا وجدنا إلها خط فرعي عرضه 1.60 متر مرتبط بخط مركزي من شرقة إلى غربة. والآن سوف نعرض في نفس الفيديو الخطوط اللي موجودة على كل قطاع غزة تقريبا مع التفرعات الخاصة بها. وجدنا بعض الملاحظات المهمة على هذه الخطوط أو الأنفاق التي تخص العدو الصهيوني، إنها مرتبطة من المنطقة الشرقية وخصوصا من مكان الحفريات وتصل لعند شط البحر فعليا الخط المركزي. في حوالي 10 تقريبا خطوط أو 12 خط على مدار قطاع غزة لها تفرعات جانبية. وجدنا أنه تقريبا كل منطقة عين بيكون موجود عينتين أو ثلاثة على هيئة رجل إغراب، بمعنى لما هو يريد أن يخرج يعني يجب أن يحمي نفسه من أكثر من مكان. الممرات جلها مستقيمة. الخطوط المركزية كلها على الأقل عرضها 3 متر وقد تصل إلى 4 متر. أيضا من الملاحظات المهمة التي وجدناها ونحن نكتشف هذه الأنفاق وجود بعض الانهيارات في التربة في ممرات الأنفاق التي وجدناها، سواء كانت تحت تربة طينية أو كانت تربة رملية أو حتى بعض تحت الأسفلتات الموجودة في بعض الشوارع. أيضا من الملاحظات المهمة من خلال وحدة الهاكرز حصلنا على بعض الصور لهذه الأنفاق من الداخل. قررنا الحفر عن بعض هذه الأنفاق وفعلا وجدنا إحداها ونزل في اللي هو مكان الحفريات، ووجدنا أن العدو وضع في داخل هذه النفق مادة البنتونايت، وقمنا بتحليل هذه المادة وأتأكدنا أنها مادة البنتونايت فعليا. طبعا المادة هذه تشبه مثل الطينة الذي يستخدمها الأطفال في الألعاب أنها تعمل عزل إلى المياه. ويوجد الآن صورة لهذه المادة ونحن نغلق فيها فوهة زجاجة بلاستيكية فيها ماء وعزلت الماء بشكل كامل. على الرغم من كل هذه النتائج التي حصلنا عليها جاءنا قرار بوقف الحفريات. مع العلم هذا الموضوع أيضا موجود بتفاصيل أكثر في التقرير الشامل الخاص بأنفاق التي تم صدوره في 10/4/2018. على الرغم من القرار استمريت في الكشف الميداني على النقاط الموجودة في داخل قطاع غزة، وحاولت أعمل لها بعض الزيارات حتى أعرف من هي هذه المناطق فعليا أو من هذه البيوت. بداية بلغ عدد النقاط في داخل قطاع غزة 430 نقطة فعليا،
والتي تمثل 430 عين لنفق. ربما يستغرب البعض هذا الكم الكبير من هذه العيون، مع العلم نحن كمقاومة نملك أضعافها بكثير. لاحظنا العديد من الملاحظات المهمة على هذه المناطق. واحد، وجدنا أن هذه العيون موجودة بجوار بعض القيادات للمقاومة، مثلا بيت الأخ أبو العبد هنية، الأخ يحيى السنوار، الأخ فتح حماد، الأخ الدكتور أبو خالد الزهار، وهكذا. بعض النقاط موجودة في أماكن حساسة، مثل الأونروا، مثل اللي هو الجامعة الإسلامية، مثل بعض المساجد، مثل بعض المؤسسات الدولية، وهكذا. وجدنا بعض النقاط موجودة في بيوت مهجورة، رصدنا أكثر من 20 بيت مهجور في قطاع غزة مهجور، وفي نقطة موجودة لجندي إسرائيلي. بعض النقاط وجدناها في بركسات لبعض التجار يدخلون إلى الداخل المحتل. عند السؤال عن بعض هذه البيوت وهذه الأماكن وجدناها لناس مشبوهين أمنيا. أيضا بعض النقاط ظهرت في بيوت أو شاليهات تحتوي على إجراء أمني عالي، مثل استخدام أسلاك كونسنترينا دبل كونسنترينا، بالإضافة إلى وجود كاميرات عليها. أيضا بعض النقاط موجودة في أراضي، هذه الأراضي تم بناء فيها غرفة، سواء كان في وسطها أو كان في طرفها، ويوجد فيها إحداثية لجندي، وأيضا عندما تم فحصها بالأسياخ النحاسية أيضا توجد عين في هذا المكان. وللعلم وبناء على اعترافات العشرات من العملاء والذين تم اعتقالهم واعترفوا عند الأمن الداخلي، قام ضباط المخابرات الإسرائيليين بتكليفهم من بداية عام 2015 وحتى عام 2020 بشراء العديد من الأراضي والبيوت في داخل قطاع غزة. السؤال الآن، لماذا تقوم المخابرات الإسرائيلية بشراء هذه الأراضي أو هذه البيوت في داخل قطاع غزة؟ أترك لكم التحليل. مع العلم عندي أكثر من 20 أرض أو بيت في داخل قطاع غزة توجد في قلبه نقطة، وطلبت المخابرات الإسرائيلية شراء هذا المكان من العملاء المعترفين. بناء على هذه المعلومات التي حصلنا عليها، الآن عزز عندي فكرة أكبر باتجاه كتاب التقرير مفصل عن هذا الموضوع. ففعلا كتب التقرير في تاريخ 10/4/2018، وهذا التقرير طبعا حاليا مرفق حيكون مع الفيديو. وبطبيعة الحال يعني وللعلم، هذا التقرير تم تسريبه للاحتلال بعد 4 أيام فقط، وشاهدنا بعض الإجراءات قام فيها العدو باتجاه بعض الجنود الذين نحن مخترقينهم، تمام، بعد 4 أيام. طبعا ذكرنا هؤلاء الأسماء الجنود في داخل التقرير. قام العدو بأخذ بعض الإجراءات التي تمنعنا من اختراق مثل هؤلاء الجنود، وأصبح كل جندي له إحداثية ونقطة في داخل قطاع غزة كان يدخل على الهيستوري الخاص به في الفيسبوك ويعمل ديليت لهذه النقطة من داخل قطاع غزة. مع العلم أيضا جاءتني طائرة الكواد كابتر الإسرائيلية أيضا في تاريخ 14/4 على شباك غرفتي. هذا التقرير أرسلته إلى 8 شخصيات في القيادة العسكرية والأمنية والسياسية، كان على رأسهم الأخ أبو العبد هنية، الأخ يحيى السنوار، الأخ اللي هو الدكتور خليل الحية، الأخ فتحي حماد، الأخ مروان عيسى، الأخ أبو خالد الضيف، الأخ رائد سعد، بالإضافة لأخونا أبو فكري السراج. عندما أرسلت التقرير أرسل لي الأخ يحيى السنوار ثاني يوم مباشرة بلقاء عاجل، وقال ممكن تشرح لي هذا التقرير، وفعلا جلست تقريبا 2 ساعة وشرحت له التقرير بالتفصيل. قال انتظر مني لقاء ثاني لإجراءات، لكن للأسف الشديد تركني شوي. في تاريخ 29/4/2018 حدث لقاء بيني وبين الدكتور خليل الحي بقدر الله، لكن للأسف الشديد لم يسألني عن الموضوع أصلا، مع أنه كنت أرسل له التقرير قبل حوالي 19 يوم فعليا. بتاريخ 5/5 حدث انفجار، واستشهد فيه 6 من خيرة أبناء القسام، وهذا انفجار كان عبارة عن انفجار جهاز وضعه العدو الصهيوني للتنصت على الشبكة السلكية الخاصة بالقسام. في هذا الانفجار مساء أرسل لي الآن الأخ يحيى إلى لقاء عاجل في 6/5. جلسنا في 6/5 وقال سامحني أنا تأخرت عليك في الرد، المهم أنا الآن بدي منك جهز لي 25 نقطة من النقاط المهمة في داخل قطاع غزة حتى نحاول البحث عنهم أمنيا. فعلا
بعد يومين كان عنده أهم 25 نقطة في داخل قطاع غزة للجنود الإسرائيليين بهدف البحث عن أصحاب هذه النقاط أو أصحاب بيوت هذه النقاط في داخل قطاع غزة. فعليا الأخ يحيى أرسل هذه النقاط إلى جهاز الأمن العام، وتفاجأت فيما بعد أنه لم يرسلها إلى الاستخبارات، أنا لا أدري لماذا يعني. بالمناسبة أيضا بتاريخ 7/3/2018 تم اعتقال العميل التائب علي شعبان محمد عطالله. هذا العميل تم اعتقاله عند الأمن الداخلي واعترف على بعض النقاط المهمة. اعترف أنه في قوات صهيونية دخلت في قطاع غزة وهو نقلها وحركها في داخل قطاع غزة. أيضا من ضمن اعترافاته أيضا أنه في جهاز تم وضعه في منطقة الوسطى، لاحظوا التاريخ، في شهر 3/2018. أيضا في معلومة كانت مهمة جدا من قبل مسؤول للشبكة السلكية في عام 2016، المسؤول أو المهندس الأخ أبو عمر، تمام؟ قال حرفيا بناء على الجانب الفني يوجد جهاز تجسس تم وضعه على الشبكة السلكية في منطقة الوسطى، وهذا الأمر كان في أواخر 2016، لكن للأسف الشديد لم يتم التعاطي مع هذه المعلومة وتم إقالة الأخ المهندس أبو عمر من مكانه لأسباب وهمية. لاحظوا في عندنا معلومة في 2016 بتقول في جهاز لم يتم التعاطي معها. لاحظوا انه العميل علي عطالله اعترف انه في قوه دخلت ولم يتم التعاطي مع هذه المعلومه. ايضا اعترافات علي عطالله انه تم وضع جهاز على الشبكه السلكيه، ايضا لم يتم التعاون مع هذه المعلومه. لاحظوا متى حدث الانفجار، في 5/5، بمعنى بعد حوالي شهرين ايضا من اعتقال علي عطالله، واصرار جهاز الامن الداخلي انه هذه المعلومه صحيحه وهذه المعلومه دقيقه، ارجو البحث عن موضوع هذا الجهاز. طبعا لما تم كشف الجهاز تم تفجيره من قبل الاحتلال واستشهد 6 من المجاهدين. على فكرة تم تشكيل لجنة لمعرفة السبب وكشف ملابسات اغتيال واستشهاد الشهداء 6، لكن أيضا الفيتو الخاص بالأخ مروان عيسى منع من عقوبة أي أحد. في شهر 7/2018 اكتشف الأسير محمد الشراتحة أن سلك النت تم وضعه في سيرفر المعلومات المركزي الخاص بالاستخبارات لمدة شهر تقريبا، وبناء عليه تم تشكيل لجنة، وهذه اللجنة أوصت أيضا بإقالة الأخ أبو أحمد نوفا المسؤول الاستخبارات بناء على ذلك، لكن أيضا وضع فيتو من الأخ مروان، ولغاية هذه اللحظة لم يقال الأخ أبو أحمد نوفا من موقعه. بتاريخ 11/11/2018 كان حدث اكتشاف القوة الصهيونية في خان يونس، والذي قام بكشفها الشهيد نور بركة رحمة الله عليه رحمة واسعة. يفترض بعد كشف القوة الصهيونية في خان يونس يصبح موضوع الأنفاق مباشرة يجب طرحه على الطاولة. السؤال اللي بيطرح نفسه الآن، من أين دخلت هذه القوة؟ عندنا أفراد وفي عندنا سيارة باص وفي عندنا شاحنة. الجواب الذي قدمته الاستخبارات فيما بعد أنه هذه القوة دخلت من خلال السلك الفاصل من منطقة جنوب مكب النفايات في دير البلح. هذا الكلام غير صحيح. أنا تواصلت مع الإخوة المهندسين الذين مسحوا كل منطقة السلك ولم يوجد أي آثار لدخول هذه القوة من السلك. ثم السؤال اللي بيطرح نفسه، وين كاميراتنا إذا كان الآن سيارات بتخش من السلك الفاصل؟ الدليل الدقيق اللي امتلكته الاستخبارات فعليا انه هذه القوة استخدمت تصوير في داخل الباص، وهذا التصوير بيظهر القوة الخاصة وهي في عمق قطاع غزة حوالي تقريبا 1.5 كيلو بعيدا عن السلك، ولا يوجد اي دليل فعلي انه هذه القوة دخلت من السلك. طبعا تم استثناء دخول هذه القوة من خلال الانفاق، لأنه في فيتو أيضا من الأخ مروان عيسى ممنوع فتح هذا الموضوع على الطاولة. مع العلم تقوم الجرافات الإسرائيلية باستمرار بتجريف أول 200 متر بجوار السلك بهدف عدم دخول أي حتى جب رباعي من طرفنا باتجاه السلك. فكيف الآن هذه الباص وهذه الشاحنة سوف تدخل من هذه المنطقة التي لا يمكن للجب الرباعي أن يدخلها فعليا، وإنما فقط تدخلها منطقة الجرافات أو الدبابات.
في أواخر عام 2018 جاءني وفد من جهاز الأمن العام، قالوا نحن الآن مبعوثين من الأخ أبو فكر السراج بهدف الإجابة عن 25 نقطة الذي أخذهم الأخ يحيى السنوار منك في 6/5 فعليا. المفاجأة الآن قالوا إنه 25 نقطة هم لأناس مشبوهين فعليا، حتى يوجد منهم 3 عملاء مزدوجين، يعني هم فعليا عملاء للاحتلال لكن منهم 3 يعملوا معنا في جهاز الأمن العام. الآن طلبت منهم لماذا لم يتم الجمع الآن ما بين كل قوانا الأمنية زي مثل جهاز الأمن الداخلي ومثل الاستخبارات والأمن العام ووحدة الخاصة ونجتمع بحيث نضع الملف على الطاولة ونناقش أدق تفاصيله. فقالوا إن شاء الله سوف نناقش الموضوع مع الأخ أبو فكر السراج ونرجع إليك. والحمد لله لليوم ما شفتهم مش تاني. في أواخر عام أيضا 2018 جلست مع الأخ أبو خالد الضيف، وكان في هناك بيننا خلاف سابقا، لكن بحمد الله أنهينا هذا الخلاف واتفقنا على العمل مع بعض، وكان هو المسؤول المباشر، وبدأنا نعمل في العديد من الملفات التي تخص الجانب المالي أو تخص جانب التصنيع أو تخص الجانب الأمني. في الجانب الأمني الآن بما يخص موضوع أنفاق، فتح لي خط مع الأخ مسؤول اللواء في الشمال، وجلسنا فعليا أنا والأخ أبو عمر أبو عودة مع الأخ أبو ناس الغندور مع الأخ عشماوي مع الأخ أبو عبدالله الخبير، وجلسنا في مناقشة موضوع أنفاق. والإخوة بحمد الله قاموا مشكورين بتسهيل كل مهامي للكشف عن موضوع أنفاق، وخرجوا معي وشاهدوا البحث عن أنفاقنا، وكشفنا جزء كبير من أنفاق الشمال من خلال الأسياخ النحاسية، وشاهدوا هذا الأمر بأم أعينهم. أيضا كشفنا عن موضوع أنفاق العدو الصهيوني أمامهم. أيضا تعاوننا مع الأخ مسؤول ركن الاستخبارات في لواء الشمال، وأعطينا أيضا جزء من هذه النقاط بهدف البحث عنها أمنيا، وكان جواب كل هذه البيوت هي لأناس مشبوهين أمنيا. قمنا بالكشف عن إحدى عيون الأنفاق فعليا في منطقة الشمال بهدف الكشف عن هذه العين، لكن للأسف لم نجدها، مع أنه الأسياخ تقرأ أنه في عين موجودة على الأرض. طبعا ذكرنا سابقا لما حفرنا على خط النفق فعلا تم اختراق الخط مباشرة، بعدها العدو قام بوضع خط كهرباء ضغط عالي موجود في هذه الأنفاق، وظيفته تشتيت عمل الأسياخ النحاسية بهدف عندما نحاول قراءة الخط أو العين لم تكن في المكان المناسب المخصص لها بالضبط، وإنما يكون في هناك إيش إزاحة. طلبت من الأخ أبو خالد يجب أن يكون في هناك جهد أمني على موضوع هذه العيون والعملاء الذين يخدمون الاحتلال في موضوع تنقل العدو في داخل قطاع غزة. قلت سابقا الأخ أبو خالد ليس له أي سيطرة على الاستخبارات، والأخ أبو أحمد لا يسمع كلام الأخ أبو خالد في هذا الموضوع. صار هناك اتفاق أن أجلس أنا والأخ أبو خالد والأخ أبو بدر حبوب مسؤول جهاز الأمن الداخلي، وفعلا تم لقاء بيننا تقريبا في شهر 6 أو 7 2019، وكان لقاء إيجابي، وتم التوافق بيني وبين الأخ أبو خالد والأخ أبو بدر حبوب على العمل على مشروع الأنفاق من خلال الجهد الأمني والعملاء الموجودين في داخل قطاع غزة. كانت النتيجة بحمد الله الوصول إلى الشعبة التي تقوم بتشغيل العملاء في قطاع غزة، وهي شعبة الاستخبارات البشرية 504 التابعة إلى جهاز أمان. وبناء على ذلك تم كشف 22 ضابط في هذه الوحدة الإسرائيلية، وكشف تقريبا 2000 عميل يعملون مع شعبة الاستخبارات البشرية. في النتيجة تمت إقالة الأخ أبو بدر حبوب ومجلسه الاستخباري في جهاز الأمن الداخلي، وحاليا الأخ أبو بدر جالس في البيت. فيما يخصني أنا أيضا حدث ثاني مهم جدا. كان هناك شخص يعمل تحت إمرتي، واكتشفت أنه هذا الرجل فاسد كجانب أخلاقي، لكن وضعته تحت المراقبة فترة من الزمن، واكتشفت في النهاية عنده قد يكون خلل أمني، لأنه طبعا قام بتسريب بعض المعلومات على النت. اتصلت على الأخ أبو خالد الضيف وبلغته أنه في عندي حدث أمني مهم جدا، يجب أن نجلس مع بعض حتى أضعك في صورته.
فكان رد الأخ أبو خالد أنا مريض جدا وما بقدر في النهاية حاليا يعني أمر عليك أزورك. فعرضت عليه أنا أزوره، قال لي كمان فيش مجال، فيش مجال يعني الأمر صعب. قلت له حرفيا صحيح ما تقسمش ومكسور ما تكلش وكل لما تشبع برضو هذا أمر مش منطقي، اعطيني حل. فقال اجتهد. بناء على هذه الكلمة أنا حاولت اعتقال هذا الرجل الشخص المشبوه، وفعلا فقط حققت معاه لمدة ساعتين، وتركته الساعة 12 مساء. بعد 4 ساعات من تركه جاءني اتصال أن هذا الرجل توفاه الله. بعدها طبعا اضطريت اتصل على الأخ أبو خالد وأضعه في كل صورة الأحداث بخصوص هذا الرجل. هذا الحدث في البداية كان بيني وبين الأخ أبو خالد فقط، وبناء على التفاهم مع أهل هذا المتوفى تم إغلاق الملف بطريقة سرية بهدف الحفاظ على سمعة هؤلاء الناس أهل المتوفى. كان في هناك لقاء مقرر بيني وبين الأخ أبو خالد وبين الأخ يحيى السنوار بهدف كشف الكثير من المعلومات التي توصلت إليها. سابقا قلت أن أبو خالد كان مريض، جلست مع الأخ يحيى وتوافقت على هذا اللقاء نحن الثلاثة، لكن الأخ يحيى بدأ يسوف أيضا مرة ثانية باتجاه هذا اللقاء ولم نجلس. بعد ذلك عرف في قضية هذا الرجل المتوفى فطالب بتشكيل لجنة تحقيق في هذا الحدث. أهل المتوفى أرسلوا رسالة للأخ يحيى يطلب منه عدم تشكيل لجنة، وقالوا له بحرف واحد نحن الذين طلبنا إغلاق هذا الملف بطريقة سرية بهدف عدم إساءة سمعتنا. بقي مصمم على تشكيل لجنة، وفعلا تم تشكيل لجنة. أنا طبعا مش حابة أتحدث الآن في هذا الموضوع بالتفصيل بهدف عدم الإساءة للناس، لكن بالتأكيد لو حبوا يفتحوا أنا جاهز أفتح كل المعلومات اللي خاصة فيه، لكن الآن بما يعنيني في موضوع الأنفاق. بناء على هذا الحدث أرسل الأخ مروان عيسى مجموعة من القرارات بحقي، تمام؟ واحد منها تجميدي من العمل لمدة 2 كاملات. 2، حل اللجنة الأمنية أو اللي وحدة الهاكرز التي تعمل على موضوع الأنفاق، وهذا ما يخصني الآن في هذا الموضوع بالذات. 3، دفع دية من مالي الشخصي لأهل المتوفى، مع أنه أهل المتوفى أصلا لم يطلبوا أي شيء من هذا القبيل. والسؤال الآن الأهم، ما علاقة قتل أو وفاة هذا الرجل مع موضوع الأنفاق؟ حقيقة أسئلة تحتاج إلى إجابات وتحقيق. أيضا في اللقاء الأخير الذي حدث بتاريخ شهر 2 عام 2020، عرض علي الأخ يحيى السنوار مبلغ 100,000 دولار مكافأة إذا تم الحصول على نقطة إحداثية لجندي إسرائيلي في داخل قطاع غزة تؤدي إلى اعتقاله. فكان ردي الأخ إبراهيم أنا تم تجميدي بشكل كامل بناء على القرارات التي جاء بها الأخ مروان عيسى. فقال ليس هكذا الاتفاق، هذا الموضوع يجب أن يستمر. فقلت له كيف يجب أن يستمر؟ قال أنا سوف أراجع الأخ مروان بذلك. طبعا للأسف الشديد لليوم براجع ولم يرسل لي أحد بذلك فيما بعد. في شهر 9 2020 جاءني الأخ أبو حسين فرحات مسؤول كتيبة الشجاعية مع بعض الإخوة المختصين سواء كانوا في الرصد أو في العمليات، يقولون في أنفاق موجودة يقوم العدو الصهيوني بحفرها. توصلوا هم إلى إذا هذه النتيجة من خلال مصدرين، من خلال كاميراتنا التي ترى 70 أو حوالي 85 شاحنة تخرج من البركس كل أسبوع تقريبا، بمعنى 10 شاحنات يوميا يخرج منها من داخل البركسات هذه التي يتم الحفريات منها ويدخل فيها بطون الأنفاق. أيضا بالإضافة إلى ذلك سمعوا فعليا صوت الحفريات تحت موقع اليرموك اللي هو الموقع العسكري تبعنا، هذا الموقع العسكري الخاص ابنه فيش في تحتي أنفاق خاصة بالمقاومة، وهو كمسؤول كتيبة ذهب إلى المكان وسمع الصوت بأذنه فعليا، هو والعديد من الإخوة القيادات في كتيبة الشجاعية. بعدها الحمد لله رب العالمين يعني الأخ أبو عماد باسم عيسى آمن أنه في أنفاق، والآن وضع كاميرا على البركس باتجاه رقابة اللي هو هذه الشاحنات التي تخرج من داخل البركسات بشكل واضح، وحاولوا الحفريات على هذا الموضوع لكن لغاية الآن أيضا لم يصلوا إلى نتيجة. مع العلم فقط هم اشتغلوا في مكان واحد وكلفهم تقريبا حوالي 10,000 دولار في بداية هذه الحفريات، رغم أني أنا استدنت مبلغ 65,000 دولار وصرفته في هذا المشروع
واعتبر البعض هذه مغامرة خاصة بي وبالتالي لا يعترف فيها الجهاز ولا يريد أن يعوضها ويدفع فيها أي مبلغ. في الخلاصة من لم يرى الحق لغاية الآن فلا داعي لإقناعه، يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. سيناريو الحرب المتوقع من العدو، بداية هذا السيناريو ليس من خيالي أو تحليل، إنما مأخوذ من العبر والعظات التي استخلصها العدو من حرب عام 2014. طبعا أنا حصلت على هذه المعلومات من بعض كبار الضباط في فرقة غزة. بداية موعد الحرب في أغلب الظن قبل 20/1/2021، سيقوم العدو الإسرائيلي والأمريكي بتوجيه ضربة إلى غزة قبل إيران في الغالب. سيكون موعد الضربة خلال فترة الأسبوع من يوم الأحد إلى يوم الخميس، بمعنى لن يكون لا في يوم جمعة ولا في يوم سبت. أرجح الضربة في بداية الأسبوع تقريبا يوم الأحد، والله أعلم. سوف يقوم العدو بافتعال حدث يؤدي إلى رد للمقاومة، وبناء على ذلك سوف يستنفر قواته خوفا من رد فعل المقاومة، لكن فعليا سوف يستخدم استنفار قواته من أجل الحرب فعليا وليس من أجل ردة الفعل. سوف يستخدم العدو المفاجأة التي استخدمها في حرب 2008-2009 بنفس الطريقة، والتي تبدأ بضرب بعض الدورات العسكرية سواء كان في الحكومة أو كان في القسام، بالإضافة لبعض بيوت القيادات ومرابط الصواريخ. بعد الضرب الجوية مباشرة سوف يتم حشد القوات البرية والبحرية، مع العلم القوات البرية شبه محشودة وجاهزة. سوف يصاحب هذا الأمر فتح بعض عيون أنفاق الذي بناها خلال السنوات الست الماضية، مع العلم جزء من الجيش الصهيوني سوف يخرج بلباس عسكري رسمي وجزء منه سوف يخرج بلباس خاص بالمقاومة، مع العلم جزء من القوات الصهيونية سوف تخرج في المناطق المطرفة من قطاع غزة بلباس الجندي الإسرائيلي. أما بعض المناطق الموجودة في داخل عمق قطاع غزة سوف يخرج منها بلباس المقاومة وسلاح المقاومة، وهكذا تم إجراء تدريبات ومناورات خلال الفترات السابقة. للعلم أيضا العدو الصهيوني قام بتجهيز زي عسكري سوف يستخدمه في الحرب فقط، وهذا الزي سوف يمنع المقاومة من عملية تقليده كما حدث في عام 2014. أيضا سوف يقوم الاحتلال بضرب منظومة الاتصالات السلكية حتى يقطع التواصل بين القيادة والجنود على الأرض. سوف يقوم بإلقاء منشورات من الطائرات، وسوف يرسل رسائل من خلال الإعلام الإسرائيلي يقول فيها: ممنوع حركة كل المواطنين في داخل قطاع غزة، بمعنى منع تجول، وذلك بهدف منع المقاومة من الحركة والتحشد والمناورة على الأرض. سوف يقوم العدو بقتل أي شخص بتحرك على الأرض سواء كان مدني أو كان عسكري. سوف يمنع العدو قوات الدفاع المدني والإسعافات من الحركة على الأرض إلا من خلال تنسيق من خلال الصليب الأحمر. في حال التنسيق من خلال الصليب الأحمر للإسعافات سوف يتم وضع ملصق على ظهر الإسعاف حتى يتم التعرف عليه من خلال الطائرات الإسرائيلية. لن يسمح لأي أحد بدفن الشهداء أو نقل الجرحى من المدنيين. سوف يقوم الصليب الأحمر بتوزيع بعض الأكفان الجلدية على بعض المواطنين أثناء الحرب بهدف وضع الجثث فيها ولا يتم نقلها. في حال خروج بعض القوات الصهيونية على الأرض سوف تقوم باحتلال المناطق الحاكمة وسوف تسيطر عليها بالنظر والنار لمنع حركة المقاومة على الأرض. في حال دخول القوات البرية سوف يتم ضخ غازات سامة في عيون الأنفاق الخاصة بالمقاومة والتي قام العدو بمعرفتها سواء كان قبل الحرب أو أثناء الحرب بهدف قتل كل المجاهدين الموجودين داخل الأنفاق. أيضا سوف يقوم بضخ بعض المواد المشتعلة بهدف اختلاطها مع الهواء والأكسجين في داخل الأنفاق ثم يعطيها شرارة، وبالتالي يحدث انفجار فراغي وبالتالي يهدم هذه الأنفاق على رؤوس الموجودين في داخلها. ربما البعض يقول: هل من المنطق العدو يستخدم أسلحة دمار شامل؟ سوف يستخدمها في الأنفاق فقط، لكن في المناطق العلوية على سطح الأرض لن يستخدمها. للعلم العدو يعرف جزء كبير من أنفاق المقاومة
خلال فترة السنوات الذي أعد فيها لهذه المعركة، طبعا من خلال بعض العملاء الذين زرعهم في المقاومة. وأعتقد عندنا وعند الاستخبارات وعند قيادة الحركة موجود معلومات دقيقة بهذا الجانب، خصوصا العميلين العبد الكريم شعبان أبو عودة من الشمال والعميل محمد فيصل ماضي، والذين تم إعطائهم أجهزة ونزلوا في داخل الأنفاق ورسموا الأنفاق بشكل دقيق للعدو. طبعا حسب كلام بعض الضباط الصهاينة قال حرفيا أن هناك مناطق تم معرفة كل أنفاقها بشكل كامل مثل خان يونس. طبعا الاستخبارات تعرف هذه المعلومات بشكل جيد، لكنها لم تبلغها للأخوة المجاهدين على الأرض بحجة الحفاظ على المعنويات. طبعا ليس الهدف من كشف هذا السيناريو أمام شعبنا ومقاومتنا أن احنا نخاف، طبعا لا، وإنما تهيئة المقاومة والشعب للتصدي لهذا السيناريو وحرمان العدو من المفاجأة الذي تحدث بها معظم قيادات العدو، سواء كان نتنياهو أو كان آيزنكوت أو حتى كخافي خلال الفترة الأخيرة. ما هي المفاجأة؟ هذه المفاجأة التي لم أتحدث فيها، وأنا الآن أكشفها عن العدو بهدف ألا نفاجأ فيها أثناء المعركة. الآن السؤال اللي بطرح نفسه، ما هو المطلوب؟ سواء كان من المقاومة أو كان من الشعب للتصدي لهذا السيناريو. نبدأ في المقاومة والحكومة. بداية مطلوب منهم الاطلاع على كل جزئيات الفيديو وكل الملفات المرفقة، القبض على كل المشبوهين أمنيا في داخل قطاع غزة والتحقيق معهم. مع العلم قام العدو خلال الأسابيع السابقة بتحديث معظم أهدافه في قطاع غزة، إقالة كل من خان الأمانة الذي اؤتمن عليها ومحاسبة المقصرين. يقول تعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم، فالصادقين سوف يسألهم ويحاسبهم رب العالمين، كيف الكذابين؟ يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف ما من عبد يسترعيه الله رعيته يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أيضا مطلوب من أعضاء المقاومة الاتفاق على لغة تفاهم بين أعضاء المقاومة بهدف حرمان العدو من استخدام لباسهم على الأرض، عدم استخدام الأنفاق إلا للضرورة، وخصوصا عند استخدامها كمعابر وصولية وليس للتمركز، بشرط أن يتم فحص كل نفق قبل النزول فيه، سواء كان من خلال حيوان أعزكم الله أو من خلال شب استشهادي، حتى نقلل الخسائر لو تم ضخ غازات في داخل هذه الأنفاق. استخدام الحركة فوق الأرض أفضل لكل الإخوة المجاهدين، ولكن بدون ما تكون الحركة مكشوفة ومريبة للحفاظ على أرواح الناس المدنيين. تجهيز كمائن ضد العدو في جل الأماكن أو معظم الأماكن التي ذكرتها في التقرير بهدف تحويل المحنة إلى منحة، بمعنى سوف يخرج من هنا، ركزوا الآن كيف تخطفوا جنود صهاينة من هذه المناطق إذا خرج العدو منها. ملاحظة في غاية الأهمية للأجهزة الأمنية الخاصة عندنا في قطاع غزة وللضبط الميداني، بعد نشر هذا الفيديو والمواد المرفقة معاه راقبوا جيدا السلك والمعابر، لأنه في هناك الكثير من العملاء سوف يهرب باتجاه الاحتلال. ما هو المطلوب من الشعب؟ بداية الحفاظ على الجانب المعنوي واستيعاب المخاطر والصدمة والعمل على إفشالها. يجب توفير كل الحماية للإخوة المقاومين واحتضانهم وتسهيل حركتهم من خلال بيوتكم، لأنهم شرفكم وعزكم. الإبلاغ عن أي شخص مشبوه يتحرك على الأرض للأجهزة الأمنية والمقاومة. توفير معظم المستلزمات للبيوت من الآن بهدف عدم الحركة أثناء الحرب. استيعاب فكرة سقوط بعض المناطق في أيدي العدو لا قدر الله، ولا يعتبر هذا الأمر هو آخر الطريق، بل يجب أن يكون محفز للاستبسال في المقاومة ودحر الاحتلال. للعلم هذه آخر معركة سوف يقوم فيها العدو الصهيوني ضد قطاع غزة، ولذلك حشد كل قدراته وقواته واستعان بكل قوى الشر، وثباتكم الآن هو قتل حلم إسرائيل بالبقاء في فلسطين. فصاحب الهمة لا يقف حتى يتم المهمة. يقول تعالى
فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا، على فكرة هذا كلام خطط العدو. في حال فشل خطته في الحرب، الخطة تقول يجب رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح الدنيا على أهل قطاع غزة. فاصبروا وصابروا ورابطوا واثبتوا واتقوا الله حتى يحكم الله أمره. انظروا دائما، يرضخ الاحتلال لأسرانا البواسل في داخل السجون، مع أنهم لا يملكون إلا عزيمتهم وإرادتهم، بثباتهم بصبرهم في الآخر يرضخ الاحتلال لمتطلباتهم، فكيف ونحن بحمد الله رب العالمين نمتلك الصواريخ في داخل قطاع غزة؟ قلنا هذه آخر معركة وأضخم معركة وأصعب معركة، ولذلك الحكمة تقول إذا تصارع الحق مع الباطل فالحياد خطيئة، بمعنى وجب نصرة الحق الآن. أسأل الله أن يحفظ شعبنا وأمتنا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.